ما ينفعش كابتن ماهر يكون معانا النهارده غير لما يقيم لنا بطولة الدوري بشكل عام، وخاصة خط الدفاع في الموسم ده. قيمته ازاي يا كابتن ماهر؟ هو المرحلة الأولى بتاعت فايلر الدور الأولاني كان واضح قوي إن شخصية فايلر أول ما جت إن هو عايز يعمل حاجة ويعمل تاريخ بالنسبة له، وفعلا اتحقق في بداية مشواره. بانت الشخصية وبانت الاستراتيجية اللي هو قادم إليها، وطبعا ساعده بشكل كبير جدا المؤسسة الكبيرة، مؤسسة النادي الأهلي اللي بتنجح أي حد. نعم. فهو نجح بشكل كبير جدا في الدور الأولاني، عمل نتائج تتحسب له، تحسب للجهاز الفني اللي كان موجود معاه. ويعني كان النادي الأهلي كان واضح إن هو يعني حطم أرقام كلها إيجابية وقربتنا من بعد نهايه الدور الاولاني. كل الناس طمنت النادي الاهلي خلاص حقق بطوله الدوري العام، بالرغم من الاصابات وبالرغم من المشاكل الكثيره اللي تعرض لها المركز ده تحديدا. يعني بالظبط. وبالنسبه لخط الظهر طبعا هم مش محظوظين، يعني اولادنا في الـ في الـ في الـ في خط الظهر مع الاسف يعني معظمهم نالتهم موضوع الاصابه واثرت عليهم واخرتهم بشكل كبير. وانا بحييهم طبعا لان هم كلهم عناصر، مش عايز انسى اسم، كلهم عناصر دوليين وعناصر مهارية. يعني مهمين جدا في منتخبنا القومي ومهمين جدا مع النادي الاهلي. وبحي طبعا الخبرتين اللي هم عاملين اتزان بشكل كبير جدا، علي معلول واحمد فتحي، يعني هم اللي عاملين توازن وعاملين مسانده بشكل كبير جدا هاني بخبرتهم لبقيه الخط، يعني خط الدفاع. كنت اتمنى ان رامي يعني الاصابات الكثيره اللي بتناوله، كنا نتمنى رامي لما عدلنا مره تانية كنا نتمنى ان رامي يستمر، لان استمرارته يعني انت عارف المكان ده كان بيعلى بيساعدنا بشكل كبير يعني. لكن طبعا الجواكر الحمد لله اللي كانت موجوده، يعني زي ياسر ايمن اشرف، انا بحييه ايمن اشرف لانه برضك بيعتبر جوكر من الجواكر اللي احنا كسبناها في المكان ده وفي الباك ليفت. محمود متولي خامه جميله جدا، ولكن مش محظوظ موضوع الاصابه، يمكن بعد ما بدا يقف على حيله بدا يعني ياخد الثقه بالظبط كده، وبدا يعرض نفسه بضعته لجماهير النادي الاهلي، لكن موضوع الاصابه اثرت عليه. ياسر ابراهيم الحمد لله برضك على الفترات الماضيه تبدا تحس بوجوده، تحس ان هو عايز يكون عنصر من ضمن العناصر الركيزه في هذا المكان. زي ما قلت لك يعني مهم جدا يلعبوا مع بعض، يعني اي اثنين يعني ياسر وايمن وجوده مع بعض في الفترة اللي فاتت مع موسيماني عملوا شكل كبير جدا وعملوا ارتياحية لهذا الخط، وادوا طمأنينة لحراس المرمى الشناوي العملاق اللي وراهم وبقية الخطوط الباقية ان عندنا خط ظهر قوي صعب جدا حد يخترقه. مش غريبة شوية ان خط الدفاع هو اللي بقى بيتصاب النهارده؟ مش كده؟ يعني هو اللي بيصيب، احنا اللي بنعوض، انت اللي بتعوض. يعني انا قبل ما ادخل لحضراتكم كنت بسال السؤال ده يعني معايا الاخوه زمايلي في الاعداد، فانا قلت لهم في حاجه غريبه. أيوة يعني صراحه يمكن اهالي يعني يمكن اتفق معايا في الحته دي. زمان سهام المدافعين كانوا اقوياء، يعني السد باكات كانوا مشهورين بالقوه والتشتيت والعنف، واللي قرب منهم يعني بيخاف. فمع الكره الحديثه بقى طبعا مع النيو لوك الجديد ده ما يعني هو في اصابات كده قدريه، بس انتوا ما لحقتوش التعوير يعني. هو لا، هي التعويره واحده يعني اللي جت خلاص بيخلص يعني. انا جالي رباط صليبي بس يعني الحمد لله، يعني كل حال كنت خلاص يعني 34 35 سنه، لكن في اصابات قدريه يعني محمود متولي رباط صليبي ما يقدرش يعمل في حاجه، في رامي تمزق، يمكن عنده تمزق عضلي، ما يعني كلها اصابات قدريه. لكن ملحوظه ان فعلا للاسف السردباكات بتوعنا، وكان سعد سمير قبليهم ودلوقتي يعني مش موجود عشان مش مقيد، فكل دي ظروف استثنائيه كابتن. لكن في ظل الظروف الاستثنائيه ده النادي الاهلي احسن خط دفاع في الدوري المصري. يعني. وانا عايز اقول كمان هم معذورين لان هم ضغطوا سنتين ورا بعض. يعني صعب على لعيبه النادي الاهلي يلعبوا منتخب وبعدين يلعبوا نادي وبعدين افريقيا وبعدين كاس وبعدين دوري، فاحنا قعدنا سنتين يمكن دي السنه الثالثه كمان هاني لمجموعه الاهلي، ما كانتش سهله برضه بالذات يعني. فعشان كده يمكن عدم الراحه وعدم الاستشفاء الكافي لعيبه النادي الاهلي، الاصابه نالت لبعض نجومنا وخصوصا في خط الظهر. يعني احنا مش محظوظين، يعني الخط الوحيد
اللي فيه كثره الاصابات بشكل كبير. نتمنى ان الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا يرجعهم لنا بالسلامه وموضوع الاستشفاء ويعودوا مره ثانيه، عشان محتاجينهم لان المنافسه طويله، اذا كانت في افريقيا او دوري العام او كاس مصر الدوري الجديد يعني بنتكلم عليه، فطبعا واضح ان هيبقى في مشقه بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي.